قد هل تعتقد انك تستاهل بعدم مواصلتك البرنامج انك في الاغنيه الاخيره لو اخترت اغنيه يمنيه والكثير تحدث ربما كنت ستواصل في مشوارك في ارب ايدل وصوتك بالتاكيد جميل لا يختلف عليه اثنان. شوف ليش النهدة يعني هذا؟ بغض تنهت النظر من انك اعماق انت قلبك يا فؤاد ليش؟ والله شوف انا قلت لك انا حتى لو ما وصلت المسيره الشباب فيهم الخير عمار وعبد الله وهم اصوات ان شاء الله بيمثلوا اليمن وبيغنوا الفن اليمني بشكل حلو. اما انا عني عن نفسي ك ك ك كمنظور شخصي قلت لك يمكن ما تهيأت الاسباب، ولكن انه انا يعني اكثر الناس اللي يسمعوا فؤاد والمتعايشين معي وسامعيني في كذا مكان اكثر انا ما اغني الفن اليمني. نعم انا كنت حابب ان اوصل رساله ان الفنان اليمني مش يغني فن يمني بس لوحده، الفن اليمني صحيح هم عارفين اصلا اللجنه وكل الناس عارفين. انا لو طلعت يعني والله مو غرور ولا انه مثلا انه يعني يعني أغنية الغرور يمنية ذاك اللي انا لو طلع في اغنيه يمنيه كنت يعني بسوي شيء ما يتوقعوش الناس. انا ابغى اوصل للناس رساله ان احنا الفن اليمني مش مقصود بس على فن اليمن، احنا قادرين نغني كل شيء. نعم ومش عيب ان الانسان يغني غير الالوان اليمنيه. نعم.